السلام عليكم. كنظن بان غادي يكون شي تعادل اللي كنتمنوا الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم. نتمنوا المنتخب ديالنا حد موفق في هذه الاقصائيه ديال كاس افريقيا، والطموح ديالنا الاقصى هو انهم يرجعوا بالكاس. ولكن باش نكونوا شويه موضوعيين، يعني كاين فرق اللي كانت في المستوى تتنافس على هذا اللقب هذا، وبالخصوص المنتخب الجزائري والمنتخب المصري. بالنسبه للمقابله اللي مع غانا، انا كنظنها غتكون التعادل ان شاء الله، يكون التعادل، ولكن غيدوزوا بجوج، هاد الفرق بجوج غيدوزوا بجوج للطور الموالي. ونتمنوا لهم التوفيق جميعا. مستعد بدنيا ومعنويا، وراه غادي يكون في الماتش مزيان. وكنتمنوا ان شاء الله الفريق الوطني المغربي يبين على الامكانيات ديالو، حيت دابا الجمهور كيتسنى كلشي هذا الماتش. واش نقول لك؟ ما نقدرش نقول لك، انا نقول لك 50 50 وكل 50 50% للمغرب و50% للغانا. السلام عليكم. والماتش ديال نهار الاثنين اخويا كيبان لي غانا قاصحين شويه، نتمناو يكون خير. هاد المجموعه فكرتني بمجموعه ديال 2004، نتمناو يديروا شي حاجه بفات. هي ماتش ديال نهار الاثنين تعادل. واخويا توقعات ديال المنتخب تشكيله راه في متناول، وكنتمناو حنا من زياش عيط ليه خليلو زيت، ونتمنوا يلعبوا بالنفس ما يديروش لنا بحال الجزائر. وان شاء الله نتمنى واحد موفق للمنتخب ديالنا الاسود اطلس ان شاء الله. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.